السلام عليكم. ان شاء الله النهاردة هنكمل البلانت اناتومي. كنا بدأنا في الفيديوهات اللي قبل كده نتكلم عن البلانت سيل ستراكشر، ان شاء الله النهاردة هنخلصها تمام، فتابع معايا الفيديو عشان نخلصها سوا. طيب صلي على النبي بقى، احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن السيل ستراكشر والفانكشن بتاعته. فكنا اتكلمنا عن النون ليفينج بارت والبروتوبلاست. بروتوبلاست اللي هو الليفينج بارت. في النون ليفينج بارت خلصنا السيل وول خلاص، وفي البروتوبلاست خلصنا الحاجات اللي تحت دي، وكان لسه لنا اربع حاجات. فتعالى ان شاء الله النهارده نبدا في الحاجات دي. من اول الحاجات دي كانت في البروتوبلاست او الليفينج بارت اوف ذا سيل، كانت الميتوكوندريا. الميتوكوندريا انت عارفها اكيد ودرستها قبل كده. اهم حاجه المفروض تعرفها دلوقتي هي الاستراكشر بتاعها والوظيفه بتاعتها. فزي ما انت شايف على الصوره اللي على اليمين، اهم حاجه بتميز الميتوكوندريا اللي هي عندها تو ميمبرينز او عندها غشائين حواليها. واحد من الاغشيه ديت بيكون كونتينيوس. يعني ايه كونتينيوس؟ يعني مغلف الخليه من غير ما يكون في اي نتوءات او تعرجات وهكذا. انت مثلا لو عندك بطاريه، البطاريه بيكون جواها الكربون، البطاريه من بره بيكون عليها الغلاف الخارجي ده. غلاف البطاريه اللي انت بتمسكها بيكون شبه الغلاف بتاع الميتوكوندريا. ده بالنسبه للاوتر ميمبرين. الاوتر ميمبرين اهم حاجه فيه اللي هو بيكون كونتينيوس، ما فيهوش اي فولدس او حاجه من دي. طيب احنا دلوقتي قلنا ان الاوتر ميمبرين ما فيهوش فولدس او ما فيهوش اي نتوءات او تعرجات وهكذا. فطبيعي اللي احنا هنقول في الانر ميمبرين او في الغلاف الثاني هيكون فيه فولدس. طيب يعني ايه فولدس اصلا اللي احنا قاعدين نقول عليها؟ يعني ايه بقى فولدس اللي احنا قاعدين نقولها دي؟ فولدس ببساطه يعني طيات او انعوجات وهكذا. فزي ما انت اصلا ملاحظ في الصوره اللي على اليمين، الانر ميمبرين هتلاقيه مموج كده، ودي نتيجه ان الانر ميمبرين نفسه مطوي على بعضه. اللي عايزك تعرفه بقى اللي كل طيه من الطيات دي، يعني مثلا الحته دي بيكون اسمها كريستا. عايزك تركز جدا في الاسماء من دلوقتي عشان بعرفك اللي هيجي دلوقتي شويه اسماء ممكن يكونوا شبهها شويه. فالفولدس اللي في الانر ميمبرين بتاع الميتوكوندريا اسمه كريستا، تمام؟ اتمنى تكون خدت بالك. طيب احنا عرفنا اللي فيها اوتر ميمبرين وفيها انر ميمبرين. الميمبرينز دي اصلا بتحوط ايه، او ايه اللي جوه الميمبرينز دي؟ اللي جوه الانر ميمبرين بيكون في حاجه اسمها ماتريكس. لو جيت تلاحظ هتلاقي مكتوب هوموجينيوس ماتريكس. يعني ايه هوموجينيوس دي؟ هوموجينيوس ببساطه معناها اللي هو متجانس، يعني السائل او الفلويد اللي موجود جوه الانر ميمبرين بيكون متجانس مع بعضه. هل ده يهمك؟ مش قوي قد ما انا عايزك تعرف ان اسمه ماتريكس. مش عايزك تعدي السلايد دي من غير ما تعرف حاجتين. الكريستا، الكريستا هي الفولدز بتاعه الانر ميمبرين، والماتريكس هو السائل او الفلويد اللي الانر ميمبرين بيحوطه. طيب تفتكر اللي انا قلت لك مثال البطاريه ده عبث؟ لا. فأهم فانكشن عندنا من الفانكشنز بتاعت الميتوكوندريا هي الباور هاوس اوف ذا سيل. بص الكلمة دي مكتوبة بالأخضر لأن احتمال كبير جدا تلاقيها في الامتحان، ودي بتكون من الهدايا بتاعت الامتحان. يقول لك وظيفة الميتوكوندريا تلاقي في الاختيارات ذا باور هاوس اوف ذا سيل. طب ليه أصلا هي الباور هاوس اوف ذا سيل؟ عشان طبيعي بتبروديوس أو بتنتج الطاقة أو الإنرجي بتاعت السيل. طيب دي الوظيفة الأولى. طب إيه الوظيفة التانية؟ الوظيفة التانية مش هتهمنا قوي في البلانت سيل ستراكشر أو في الأناتومي عامة، ولكن هتهمنا بعد كده في الفسيولوجي أو في السيل بيولوجي، وهي إن الممبرينز بتاعت الميتوكوندريا بيكون فيها إنزيمز. الإنزيمز دي بتكون مهمة في العمليات الحيوية اللي بتحصل جوه الخلية، ولكن بما إننا بنتكلم دلوقتي عن الأناتومي فمش هتهمنا قوي. عايزك بس تعرف إن الميتوكوندريا وظيفتها اللي هي الباور هاوس أوف ذا سيل، وما يمنعش إنك تعرف اللي فيه إنزيمز في الممبرينز بتاعت الميتوكوندريا. نيجي بقى للستراكشر التاني وهو الجولجي أباريتس أو الجولجي كومبلكس أو الجولجي بول. قبل ما نبدأ نتكلم بص لي على الصورة اللي على اليمين. فأول حاجة هتلاحظها هتحس إن الجولجي كومبلكس ده عبارة عن شوية جيوب صغيرة وشوية تانية كبيرة. وفي الحقيقة أيوه، لأن هو فعلا عبارة عن كده. الجولجي كومبلكس عبارة عن ستاكس أوف فلاتند ساكس. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه أصلا فلاتند ساكس؟ لو عايز المعنى الحرفي اقول لك شويه حقائب مفلطحه، بس انت كده ما فهمتش حاجه. فعايزك تبص على اليمين، والشكل ده اللي انت شايفه هو ده الفلاتند ساكس، عباره عن شويه اكياس كده مفلطحه. الفلاتند ساكس ديت بنسميها سيسترنا. ممكن الوقت تكون بدات تلقط احنا ليه قلنا عن ميتوكوندريا خليك فاكرها، لان كان فيها الفولدس اللي في الانر ميمبرين اسمها كريستا، انما هنا الفلاتند ساكس بتاعت الجولجي كومبلكس اسمها سيسترنا. اتمنى تكون خدت بالك. طب هل ده كل الكومبوزيشن بتاع الجولجي كومبلكس؟ في الحقيقه لا، في حاجه كمان اسمها فيسيكلز، والفيسيكلز في الجولجي كومبلكس ليها وظيفه مهمه سواء في النقل او في شويه عمليات بتحصل جوه الخليه. اخر حاجه، لو احنا عندنا كذا سيسترنا من 2 ل 7 موجودين جنب بعض، فساعتها بنسميها داي سايتوسومز. يعني خليك عارفها عشان ممكن ناخد حاجه شبهها بعد شويه.
ايه بقى وظيفة الجولجي كومبلكس ده؟ عايزك بقى لو انت مش مركز تركز، لان وظيفته هي اهم حاجة فيه. الجولجي كومبلكس ليه وظيفة مهمة جدا في السيل وول فورميشن. طيب هل هو ليه دور في الميدل لاميلا بتاعت السيل وول؟ لا، هو ليه دور في البرايمري والسكندري سيل وول. لو انت كنت مستغرب يعني ايه ميدل لاميلا، فده غالبا لانك ما شفتش اول فيديو، فممكن ترجع تشوفه بعد الفيديو ان شاء الله. انما الوظيفة المهمة بتاعت الجولجي كومبلكس اللي هو بيعمل السيل وول، اللي هو بيكون السيل وول، لان طبعا احنا قلنا في الاستراكشر بتاع الجولجي كومبلكس اللي بيكون فيه فيسيكلز. الفيسيكلز ديت بتحمل المواد اللي بنكون بيها البرايمري والسكندري سيل وول عشان نعمله. طيب هل انت فاكر اصلا البرايمري والسكندري سيل وول كانوا بيتكونوا من ايه؟ يعني مراجعه بسيطه، احنا عارفين ان البرايمري سيل وول بيتكون من السليلوز، والسكندري ممكن يكون فيه سليلوز او هيميسليلوز او حتى لجنين. فخلاص كده احنا عرفنا ان الجولجي كومبلكس بيكون السيل وول. طب هل دي وظيفته الوحيده؟ في الحقيقه لا. نرجع تاني برضو للفيسيكلز. الفيسيكلز بتاعت الجولجي كومبلكس بتخليها تشتغل كعربيات ناقله جوه وبين الخلايا وبعضها. خلي بالك انا قلت جوه الخليه وبين الخلايا. طب ده هيفيدنا في ايه؟ هيفيدنا ان احنا نقدر نفرق بين المصطلحين، مهمين جدا، هيعدوا عليك كتير في كل حاجه مش شرط في الاناتومي بس. هي انترا وانتر. ايه الفرق بين انترا سيلولار وانتر سيلولار؟ انترا سيلولار معناها جوه الخليه نفسها، انترا بالاي تبقى جوه الخليه، انما انترسيلولار بالاي هتبقى بين الخلايا. فالشاهد من الموضوع ان الجولجي كومبلكس ليه وظيفه في الترانسبورتيشن اللي بيحصل جوه الخليه انترسيلولار او بين الخلايا انترسيلولار. علمها باي حاجه تعرفها، انما انا اي بالنسبه لي يعني جوه، واي يعني بين. انت وطريقتك، المهم تقدر تفرق بينهم. نيجي بقى للحاجه اللي بعد كده. احنا بنتكلم على بلانت سيل، فاكيد كده من الحاجات المميزه بينها وبين الانيمال سيل اللي بيكون فيها بلاستيدز. يعني ايه بقى بلاستيدز؟ لو انت مستنيني اقول لك بلاستيدز يعني كذا بالعربي، فبرضه لا. البلاستيد باختصار هي اورجانيل موجود جوه البلانت سيل. اورجانيل زي بقيه الاورجانيلز. الاورجانيل ده هيكون ليه فانكشنز معينه، وممكن يكون بيختلف نوعه على حسب حاجه. فقبل ما نعرف الوظائف بتاعته، تعال نعرف على انواع البلاستيدز اصلا اللي ممكن تكون موجوده جوه البلانت سيل. لو بنقول انواع، فاكيد الانواع دي هتصنف على حسب حاجه. طيب احنا على اي اساس بقى بنصنف البلاستيدز لكذا نوع؟ بنصنفها على حسب البيجمنتس اللي جواها، على حسب البيجمنتيشن بتاعها، الصبغات اللي موجوده جوه البلاستيدز. فيكون من البلاستيدز 3 انواع. اول حاجه الليوكوبلاست. طبعا كلنا خدنا يعني ايه كلوروفيل. كلوروفيل على طول مرتبط عندنا اللي هو موجود في البلاستيدز، انما المره دي هناخد بشيء من التفصيل اكتر. الليوكوبلاست هي البلاستيد اما ما يكونش فيها كلوروفيل. يعني لو في بلاستيد ما فيهاش كلوروفيل تبقى colorless blasted او leucoblast. طيب بقى بافتراض ان leucoblast ديت اللي هي ما فيهاش كلوروفيل غيرت رايها وجالها كلوروفيل وبقت كلوروبلاست، ازاي هنقدر نفرق بين leucoblast اللي اتحولت لكلوروبلاست وبين الكلوروبلاست اللي فيها كلوروفيل من الاول اصلا؟ عشان نقدر نفرق ففي مصطلح جديد وهو البروبلاستيد. ساعه ما leucoblast اللي هي ما فيهاش كلوروفيل تحصل على كلوروفيل باي طريقه بقى، ساعتها بنسميها بروبلاستيد. ولو انت فايق معايا شويه هتلاقينا بنقول leucoblast اما يبقى فيها كلوروفيل بيبقى اسمها كلوروبلاست. فلو انت مركز شويه خلاص هتعرف ان الكلوروبلاست هو ده عباره عن البلاست ده ما يكون فيها الكلوروفيل. هنتكلم عنها بعد شويه ولكن انا بنبهك بس. ممكن يجي في بالك طب الليوكوبلاست ديت ما دام هي اصلا ما فيهاش صبغات، طب وظيفتها ايه؟ في الحقيقه الليوكوبلاست ليها وظيفه مهمه جدا في الاستورج جوه الخليه. من الاخر كده شغاله كمخزن جوه الخليه. وعلى حسب الحاجه اللي الليوكوبلاست بتخزنها ساعتها بنديها اسم جديد. فمبدئيا كده الليوكوبلاست ممكن تخزن ثلاث حاجات، لا اما ستارش، الستارش اللي هو النشا بتاع الخليه او الكربوهيدرات عامه، او بروتين او اويل زيت. عايزك تعرف الا اي امايلو هتجيلك فهي يعني ستارش. الامايلو اصلا يعني ستارش بس باللاتيني. فساعه ما اقول لك ان الامايلوبلاست هي الليوكوبلاست اللي مخزنه ستارش انت ما تستغربش، امايلو يعني ستارش على طول. وطبعا بروتينوبلاست مش محتاجه يعني اللي انا اقول لك اللي هي بيكون فيها بروتين، اسمها بروتينوبلاست. اليوبلاست برضو اليو يعني اويل، فاليوبلاست هي اليوكوبلاست اما يكون فيها اويل دروبلتس. عايزك تركز شويه في السلايد دي لان ممكن يجي عليها اسئله يقول لك الامايلوبلاست از ليوكوبلاست ويتش كونتين تو مايلو ستارش. ما اعتقدش لو يجيب لك بروتينوبلاست ويقول لك فيها بروتين، ولكن ممكن يقول لك البروتينوبلاست ده نوع من ايه فتقول له اليوكوبلاست وهكذا. الامر سهل ولكن انت محتاج تركز شويه. لو بصيت على اليمين هتلاقينا قلنا اليوكوبلاست والكلوروبلاست والكروموبلاست. تعالى بقى نتكلم عن الكروموبلاست. لو كانت الليوكوبلاست colorless blasted فالكروموبلاست هتبقى colored blasted. طب ليه هي colored blasted؟ عشان هي فيها بيجمنت.
والبيجمنت دي مش كلوروفيل. طب ايه بقى البيجمنت اللي موجوده جوه الكروموبلاست؟ بيكون فيها الكاروتينويدز او الانثوسيانين. كاروتينويدز من اسم الجزر اصلا، فطبيعي كده انت عرفت ان الجزره لونها جاي من الكاروتينويدز اللي موجوده في الكروموبلاست. الكروموبلاست بتكون مسؤوله عن لون بعض النباتات اللي لونها مش اخضر، زي مثلا الجزر والطماطم وهكذا، وكمان اوراق النبات، تلاقي اوراق مثلا لونها احمر، اوراق لونها برتقاني وهكذا. فالكروموبلاست هي اللي مسؤوله عن الكالرز بتاعه الاجزاء المختلفه من البلانت. طيب الوقت بقى نيجي لاخر حاجه والحاجه اللي كلنا عارفينها، الكلوروبلاست. الكلوروبلاست ساعه ما نسمع عنها فبيجي في بالنا حاجه واحده، البناء الضوئي. طيب احنا بقى قاعدين نقول من الصبح الليوكوبلاست لما يكون فيها كلوروفيل بيبقى اسمها كلوروبلاست، والكروموبلاست ما فيهاش كلوروفيل ولكن فيها صبغات تانية. طب ايه بقى اللي فيه كلوروفيل؟ خلاص اللي فيه كلوروفيل بيبقى اسمه كلوروبلاست. الاستراكشر بتاع الكلوروبلاست مش مهم قوي، يعني مش هيجي يركز لك في الاستراكشر بتاع الكلوروبلاست ولكن هنعرفه برضه. فاول حاجه الكلوروبلاست اصلا بيكون، فاول حاجه الكلوروبلاست بيكون حواليها تو ميمبرينز، اوتر ميمبرين وانر ميمبرين. ولو انت فاكر احنا قلنا ان الميتوكوندريا هي كمان عندها تو ميمبرينز، ولكن الاوتر ميمبرين كان كونتينيوس انما الانر ميمبرين كان فيه فولز، والفولز ده لو انت فاكر كان اسمها كريستا. تاني حاجه ايه الحاجات المدوره اللي جواها دي اللي شكلها مفلطح شويه؟ دي حاجه اسمها الثايلاكويد. الثايلاكويد ده الاورجانيل اللي موجود جوه الكلوروبلاست ومسؤول عن عمليه البناء الضوئي. طيب دي اسمها ثايلاكويد، انما ما يكون فيه ثايلاكويدز مع بعض بنسميها جرانا. يعني تقدر تقول اللي جمع الثايلاكويد هو جرانا، زي ما جمع رجل قوم، لفظين ما لهمش علاقه ببعض ولكن دي جمع دي، فهي الجرانا هي شويه الثايلاكويدز اللي مع بعض. لو انت فاكر زي الدايسايتوسومز اللي احنا اتكلمنا عنها، الدايسايتوسومز هي شويه السيسترنا اللي مع بعض، السيسترنا اللي هي الفلاتند ساكس بتاعه الجولجي كومبلكس. لو كنا قلنا ان الاستراكشر مش مهم قوي، فمهم قوي تعرف ان الفلويد اللي موجود جوه الكلوروبلاست اسمه الاستروما. طب موجود فين بالظبط؟ بيكون موجود جوه الجرانا. فممكن الفقره الاخيره في السلايد تجي لك سؤال في اختياري، اللي هو الفلويد اللي موجود جوه الجرانا او جوه الكلوروبلاست اسمه ايه؟ فهو اسمه استروما. نيجي بقى لوظيفه الكلوروبلاست اللي احنا مستنيينها من زمان، وهي عمليه الفوتوسينثيسيس او عمليه البناء الضوئي. وعمليه البناء الضوئي بتكون غذاء النبات اللي هو الكربوهيدرات. عايز هنا برضه استغل الفرصه، كربوهيدرات يعني ستارش. اتكلمنا عن الستارش النهارده في اي مكان، اتكلمنا عنها في الليوكوبلاست لما تكون مخزنه ستارش بيكون اسمها، ايوه زي ما انت قلت، الاميلوبلاست، ولما كنتش قلت فعادي يعني ممكن ترجع لها تاني. ودي صورة الكلوروبلاست مكبرة شوية لو انت عايز تلاحظ التفاصيل اللي فيها. لحد هنا اقدر اقول لك خلاص اللي احنا خلصنا البروتوبلاست، خلصنا الليفينج بارتس او الاورجانيلز اللي جوه الخلايا. يبقى لسه لنا حاجة واحدة بس وهي الفاكيولز. الفاكيولز نون ليفينج بارت موجود في الخلايا. تعالى نبدأ نتكلم ونشوف ايه المهم في الفاكيولز اصلا. لو انت عايز تعرف المهم في الفاكيولز فعلا، فالصورة اللي على اليمين تكفي، اللي هو الممبرين بتاع الفاكيول اسمه التونوبلاست، والحاجة اللي جوه الفاكيول اسمها السيل ساب، وبعض المواد التانية هنتكلم عنها بعد شوية. ده هو المهم باختصار في الفاكيولز. انما في معلومات تانية زي ان الفاكيول ممكن تاخد معظم حجم الخلية النباتية اما تكون الخلية خلاص كبرت او نضجت. انما اهم حاجة الحاجة اللي جوه الفاكيولز اسمها السيل ساب، وان الممبرين بتاع الفاكيول بيكون لايبوبروتين ممبرين، واسمه مهم جدا وهو التونوبلاست. فممكن هنا اقول لك حاجتين، الحاجه اللي جوه التونوبلاست اسمها ايه؟ تقول السيل ساب، او الحاجه اللي جوه الفاكيول اسمها ايه؟ وهي السيل ساب برضه. سواء قلت لك الغشاء بيحوط حاجه اسمها ايه، او الفاكيول نفسها فيها ايه، فالاتنين واحد، السيل ساب. طبعا الفاكيولز بيكون فيها حاجات تانية زي البيجمنتس او الويست برودكتس، او حاجه تانية هنتكلم عنها حالا وهي الارجاستيك سبستانسز. يعني ايه ارجاستيك سبستانسز؟ فكالعاده مش هقول لك معناها بالعربي مثلا ايه، ولكن اما اقول لك ارجاستيك سبستانسز عايزك يجي في بالك ان هي الحاجات اللي موجوده جوه الفاكيول بتاع البلانت سيل. طبعا الارجاستيك سبستانسز ليها اسم تاني او اسمين، السيل انكلوجن او السيل كونتنت. هل الارجاستيك سبستانسز ديت بتكون موجوده في الفاكيولز بس؟ في الحقيقه لا، بتكون موجوده في السيل وول وكمان في الفاكيولز، وممكن تلاقيها في اماكن تانيه في البروتوبلاست بتاع الخليه، ولكن بشكل اساسي بتكون في الفاكيول وبعد كده السيل وول. الارجاستيك سبستانسز ديت ممكن يكون ليها دور مهم في العمليات الحيويه اللي بتحصل جوه الخليه، او ممكن هي اصلا تكون ناتج العمليات دي او الويستس بتاعتها، وده الكلام اللي مكتوب عندك في السلايد دي. تعالى بقى ندخل في المهم. الارجاستيك سبستانسز اللي بتكون موجوده جوه الفاكيول او السيل وول بتنقسم لنوعين،
اول حاجه هو الفود اصلا، الفود برودكتس بتاعه الخليه. تاني حاجه هي الويست برودكتس بتاعه الخليه واللي بتكون ناتج العمليات اللي بتحصل جواها. فتعال ركز معايا بقى عشان نقسمها كويس. الارجستيك سبستانسز حاجتين، الفود او الستورج برودكتس، تاني حاجه الويست برودكتس. طيب الفود ستورج برودكتس ديت بتنقسم لثلاث حاجات، الكربوهيدراتس والبروتينز والفيكسد اويلز اند فاتس. انما الويست برودكتس فبتكون حاجتين بس، الكالسيوم اوكسالات والكالسيوم كربونات، وطبعا الاثنين عباره عن كريستلز وهنعرف دلوقتي يعني ايه. نرجع بقى للكربوهيدراتس، هتعرف اللي هي بتنقسم لسيلولوز وستارش، وهنتكلم في الستارش عن ثلاثه ستارش، الستارش اللي هي النشا بتاعت النبات. فهنتكلم عن الستارش بتاعت البوتيتو والرايس والميز ستارش. الميز يعني الذره، هنتكلم عن الذره والرز والبطاطس. طيب صلي على النبي بقى وتعالى نتكلم عن الكربوهيدراتس. الكربوهيدراتس عباره عن ستارش او سيلولوز. السيلولوز احنا خدنا قبل كده وظيفته اللي هو بيدخل في تكوين البرايمري سيل وول وبرضه في السكندري سيل وول ولكن مش بشكل اساسي. فاول حاجه السيلولوز هو وظيفته اللي هو المين كونستيتوينت اوف ذا سيل وول، هو المكون الاساسي للسيل وول بتاع الخليه وبس، شكرا ما قلناش نتكلم عن السيلولوز تاني. انما الستارش هي اللي عليها الكلام شويه. الستارش تعتبر الريسيرفد ماتيريال في البروتوبلاست، هي الماده الغذائيه بتاعتها. سواء بقى السيلولوز او الستارش الاثنين مكونين من جلوكوز، كذا جلوكوز يونت جنب بعضهم بيكونوا الستارش او السيلولوز زي ما انت شايف الصوره اللي على اليمين. هل الكلام ده مفيد؟ ايوه مفيد، وهفكرك بعدين ليه. ولكن يعني اي حاجه بتتكون من يونتس كتير فممكن نسميها بوليمر يعني. فالستارش او السيلولوز هو بوليمر اوف جلوكوز. نبدا بقى نتكلم عن الستارش بشكل اكبر شويه. الستارش دي بتكون موجوده جوه النبات ازاي اصلا؟ بتلاقي الستارش دي عباره عن جرانيولز جوه الخليه. وبما ان الجرانيولز دي بيكون ليها اشكال مختلفه جوه الخليه، وده طبعا بيختلف من خليه نبات لخليه نبات تاني، فبديهي اللي احنا نستخدمها في عمليه الايدنتيفيكيشن او التعرف على النبات، بنميز النبات ده عن النبات ده بالستارش بتاعته. وزي ما هنشوف دلوقتي في البوتيتو والميز ستارش هنلاقي فيه فرق واضح جدا بين الستارش بتاع كل نبات منه. المعلومه اللي جايه دي مش هتهمك في النظري قد العملي، وهي الاسيد هيدروليسيس للستارش بيطلع لنا جلوكوز. يعني انت اما تحلل الستارش بالاسيد هيدروليسيس بالاسيد، اما تحط عليه اسيد هتطلع لك جلوكوز. طيب هفكرك الوقت بقى ان الستارش اصلا بتتكون عباره عن جلوكوز يونتس، فطبيعي اما انا احللها او اكسرها هتديني تاني الجلوكوز، انما لو عملت لها تحلل بالانزيمز دي ساعتها هتدينا مالتوز، واحنا عارفين ان المالتوز اصلا هو عباره عن جلوكوز زائد جلوكوز. فاهم حاجه الاسيد هيدروليسيس او المينرال هيدروليسيس هيديك الجلوكوز، انما الانزيمز او البيتا اميليز انزيم خاصه مع الستارش هيدينا المالتوز. دي مهمه في العملي. تعال بقى نتكلم على انواع الستارش جرانيولز. الجرانيولز او حبيبات الستارش ممكن تبقى حاجه من ثلاثه، لا اما سيمبل او سيمي كومباوند او كومباوند. يعني ايه الكلام ده؟ بص لي على السلايد دي. لو جيت تبص فوق على الشمال الميز ستارش بنعتبرها سيمبل ستارش. ليه؟ لان هتلاقي عندك جرانيول واحده وحواليها انفلوب واحد، جرانيول واحده وحواليها الممبرين بتاعها. انما لو جيت تبص على البوتيتو ستارش هتلاقي فيه هنا اتنين جرانيولز من الستارش وحواليهم هما الاثنين انفلوب واحد حاكمهم، فعشان كده اسمها سيمي كومباوند جرانيول. انما لو جيت تبص في الرايس ستارش هتلاقي فيه جرانيولز كتيره وكل واحده ليها الانفلوب بتاعها او الممبرينز بتاعتها ولكنها متجمعه مع بعضها، مفيش حاجه واحده مجمعاهم كلهم، هي كل واحده ليها الانفلوب بتاعها، فساعتها بنسميها كومباوند جرين او كومباوند جرانيول، الاثنين نفس المعنى. برضه هنا زي ما انت لاحظت في فرق بين الميز ستارش اللي هو الستارش بتاعت نبات الذره وبين البوتيتو ستارش وبين الرايس ستارش. اللي هيهمنا قوي في المقارنه هو الميز ستارش والبوتيتو ستارش. والمهم في الرايس ستارش انك تعرف اللي نوعها كومباوند جرين، والميز هتبقى سيمبل والبوتيتو هتبقى سيمي كومباوند. تعال بقى نتكلم عن الميز ستارش بشكل تفصيلي شويه. فاول حاجه هنلاحظها شكلها، شكل الميز ستارش بيكون قريب للمستطيل شويه زي ما انت ملاحظ هنا، فعشان كده هي شكلها مستطيل ولكن الانجلز بتاعته مش انجلز حد، بتكون الانجلز بتاعته راوندد انجلز. دي حاجه المفروض تاخد بالك منها في الرسم وانت بترسم، ما تحاولش ترسمه مستطيل فعلا ولكن خلي الانجلز بتاعته راوندد شويه او اللي هي جايه بدوران شويه. تاني حاجه الهايلم بتاعه، يعني ايه هايلم اصلا؟ لو جيت تبص في الميز ستارش او البوتيتو ستارش هتلاقي الاثنين فيهم حاجه، سواء في الميز في النص او في البوتيتو، دي النقطه دي بيكون اسمها الهايلم. فالهايلم في الميز ستارش بيكون سنتريك هايلم. يعني ايه سنتريك هايلم؟ يعني هو موجود في النص، لو انت ملاحظ الهايلم بتاعها موجود في النص. تالت حاجه اللي هو كليفت او فيشرد هايلم،
الشكل اللي انت شايفه ده اكن الميز ستارش مقطوعة، فالشكل ده بنقول عليه كليفت هايلم او فيشرد هايلم. واخر حاجة اللي هو مفهوش ستاريشنز او مفهوش خطوط، مش مخطط زي البوتيتو ستارش، فدي من الحاجات المهمة في الميز ستارش. خلنا الميز ستارش، تعالى نتكلم عن البوتيتو ستارش. لو كنا قلنا ان الميز ستارش شبه المستطيل او ريكتانجولر، فالبوتيتو ستارش اوفال او راوندد ان شيب، يعني بتكون على شكل بيضاوي او شكل مدور شويه. تاني حاجه الهايلم بتاعها، احنا قلنا ان الهايلم موجود في الميز ستارش سنتريك، يعني موجود في النص، انما لو جيت تلاحظ في البوتيتو ستارش هتلاقيه مش موجود في النص، هتلاقيه على الاطراف دايما، سواء هنا او هنا في اي صوره من الصور دول. ففي الحاله دي بنسميه السنتريك هايلم، بنحط بس قدامها حرف الاي فبتبقى السنتريك هايلم، يعني هو مش موجود في النص. تاني حاجه لو انت ملاحظ اللي هو عباره عن دوت هايلم، الهايلم في الميز ستارش لو انت لاحظت شكله تحس اللي هو مقطوع، انما الهايلم في البوتيتو ستارش عباره عن نقطه، فعشان كده اسمه دوت هايلم. واخر حاجه واضحه جدا اللي هو في ستاريشنز او في خطوط، فده من المقارنات المهمه ما بين الميز ستارش والبوتيتو ستارش، ممكن يجي لك في العملي او في الشفوي النظري. اخر معلومه عن الستارش ومهمه جدا اللي هو الايودين تيست بتاعتها. ستارش حط عليها ايودين على طول بلو كولر، دي اهم حاجه بتميز الستارش في اي معمل هتدخله لاي ماده، الايودين تيست بتاعتها. الايودين مع الستارش بيديك البلو كولر. او لو عايز تعرف بقى الستارش بالطريقه بالمايكروسكوب، انك تحطها تحت الميكروسكوب وتشوف اللي احنا شفناه، فتقول دي ميز ستارش دي كذا دي كذا، ولكن الطريقه دي مش مستخدمه كتير. احنا اهم حاجه بنعرفها اللي في ستارش او لا، فبيكون بالايودين، بيديك بلو كولر مع الايودين. كده احنا خلصنا الستارش. والستارش لو انت فاكر احنا بنتكلم اصلا عن الارجاستيك سبستانس، والارجاستيك سبستانسز كان فيها الفود او الستورج برودكتس، وكان منها الكربوهيدراتس، والستارش من الكربوهيدراتس. تاني حاجه بقى من الفود برودكتس ديت هي البروتين. البروتين عايزك تعرف عنه معلومتين بس، اهمهم اللي هو ليه اسم تاني وهو الاليرون جرينز. تاني حاجه ان البروتين ده بيتكون من امينو اسيدز، والامينو اسيدز مرتبطه ببعضها ببيبتايد لينكجز اللي هي الرابطه البيبتيديه اللي انت عارفها. دي المعلومات العامه اللي المفروض تكون عارفها عن البروتين. فبعد كده بقولك اليرون جرين، يبقى احنا بنتكلم عن البروتين. طيب الاليرون جرين دي بقى بتتكون من ايه؟ بتتكون من حاجتين، بتتكون من حاجه اسمها كريستالويد او الجلوبويد. الكريستالويد ديت هي اصلا البروتين الحقيقي جوه الاليرون جرينز. فوصف الاليرون جرينز زي ما انت شايف في الصوره اللي على اليمين، هو جسم مدور، والجسم ده بيكون سوليد او صلب، فعشان كده هي سوليد راوندد بودي. المهم اللي فيها حاجتين، اول حاجه الكريستال اللي موجوده في النص دي هي اسمها الكريستالويد، والكريستالويد ديت هو البروتين اللي موجود جوه الالورين جرينز. تاني حاجه هو الجلوبويد، بيكون اصغر بكتير من الكريستالويد، وهو عباره عن جسم اصلا من المينرالز او من المعادن. التركيب بتاعه اللي هو دبل فوسفيت اوف كالسيوم اند ماجنيسيوم، ولكن مش مهم قوي، اهم حاجه تعرف لي اللي هو بس الالورين جرينز فيها حاجتين، الكريستالويد والجلوبويد. الكريستالويد هو البروتين اصلا، والجلوبويد عباره عن مينرالز بس. السلايد دي عن البروتين هتفيدك في العملي، فانا حاططها هنا عشان ترجع للفيديو وقت العملي، انما دي مش حاجه بتتشرح، هو من الاخر انت بتحفظها، وهو الكيميكال تيستس بتاعه البروتين، ازاي تعرف اللي فيه بروتين في الخليه عندي. احنا قلنا الستارش بنحط ايودين بيديك بلو كولر، انما الاليرون جرينز او البروتين بنعرفه بثلاث حاجات. اول حاجه الميلنز ريجنت، وده بيديك معاها الريد، والايودين مع البروتين بيديك يلوش براون، ومع البيكريك اسيد بيديك يلو. ايوه انا قرات، لان دي حاجه انت هتحفظها مش محتاجه شرح، وتقدر تاخد السلايد دي سكرين شوت عشان وقت العملي هتحتاج الكلام ده. لو جيت تلاحظ بقى في الصوره اللي على اليمين هتلاقي انك شايف الاليرون جرين وجواها الكريستالويد. طيب هو فين الجلوبويد مش شايفه؟ ده لان احنا هنا صبغينها بالبيكريك اسيد. البيكريك اسيد بيعمل ستيننج او بيصبغ الكريستالويد اللي هو اصلا البروتين، وبيسيب الجلوبويد انستيند، عشان كده احنا مش شايفينه هنا. كده الحمد لله احنا خلصنا الكربوهيدراتس وكمان البروتين. اخر حاجه وهو الفيكسد اويلز والفاتس. الفيكسد اويلز والفاتس عامه بتكون عباره عن ايستر اوف جليسرايدز، ده اللي انا عايزك تعرفه في الكيميكال كومبوزيشن بتاعها، اللي هي ايسترز اوف جليسرايدز بس. تاني حاجه اللي هي بتنقسم لحاجتين، بيكون في منها سوليد زي الشمع او السيوبرين، والفات نفسه بيبقى سوليد او الكيوتين، والليكويد اللي هي الفيكسد اويلز. وكالعاده الكيميكال تيست بتاعها بيفيدك في العملي وانت بتحفظه، فهي تديك براون او بلاك مع الاوزموك اسيد سوليوشن، بيكون طبعا تركيز 1%، او بتديك الريد مع السودان 3. بص معلومه ليك، هو غالبا السودان 3 مع اي حاجه، مش مع اي حاجه بس، في معظم الحاجات اللي هتعدي عليك بيدي لون ريد،
فدي حاجة ممكن تسهل عليك شوية كده. يبقى احنا اتكلمنا في الارجاستيك سبستنسز عن الفود ستوريج برودكتس، اتكلمنا عن الكربوهيدرات، السليلوز وظيفة صغيرة، والستارش، والبروتين، والفيكسد اويل اند فاتس. لو انت فاكر ان احنا كروتنا شوية الفيكسد اويلز او الفاتس، فلا هو ده فعلا المهم فيه. وان شاء الله هنزل لك البي دي اف بتاع الفيديو ده عشان لو انت حابب ترجع عليه تاني. تعالى بقى نتكلم عن تاني حاجة وهي الويست برودكتس. خليك فاكر كل ده اصلا تحت مسمى الارجاستيك سبستنسز. فالويست برودكتس في الخلية حاجتين، الكالسيوم اوكزاليت والكالسيوم كربونيت. فتعالى نبدأ سوا بالكالسيوم اوكزاليت. الكالسيوم اوكزاليت ببساطة بيتكون من الكالسيوم والاوكزاليت. طيب حاجة بديهية، وده اللي مكتوب، ان الكالسيوم اوكزاليت بيكون ناتج من الرياكشن او التفاعل ما بين الكالسيوم اللي موجود في الملح اللي النبات بيمتصه عن طريق التربة، وما بين الاوكزاليك اسيد اللي موجود جوه النبات اصلا. طيب ايه بقى فايدة الكالسيوم اوكزاليت في الخلية ده؟ هل هو عشان ويست برودكتس مثلا فملوش فايدة؟ في الحقيقة لا، ليه فايدة بالنسبة لك انت كبوتانست محترف طبعا، وهو الايدنتيفيكيشن، انك تفرق ما بين نبات والتاني، لان الكالسيوم اوكزاليت بيكون ليه شكل مميز برضه. انما فايدته للنبات نفسه اللي هو بيمنع الهيربيفورس. يعني ايه هيربيفورس ديت؟ الهيربيفورس هي الحيوانات اكلة العشب. الكالسيوم اوكزاليت لما يكون موجود في ورقة النبات بيدي طعم مش كويس للنبات، بيدي طعم لاذع او ايا كان، اهم حاجة بيخلي الحيوانات ما تحبهاش. فمن الاخر هو ليه وظيفة دفاعية او مناعية بالنسبة للنبات. لو خدنا بالنا من حاجة اللي احنا في اول مرة خالص قلنا كالسيوم اوكزاليت كريستلز، معنى كده اللي هو كريستلز. طيب الكريستلز بتاعت الكالسيوم اوكزاليت ليها انواع؟ في الحقيقة ومن اهم انواعها اللي علينا هو 3 انواع، البريزمس والرافيدز والكلاسترز. اول حاجة البريزمس. الكالسيوم اوكزاليت بريزمس بتكون عبارة عن مستطيلات حرفية، بتكون عبارة عن اشكال عشوائية اقرب لكونها مستطيلات، وده هو شكلها ورسمها. انما الكلاسترز بتكون عبارة عن بريزمس ولكن متجمعة مع بعضها. فانت لو رسمت البريزمس كده، فالكلاسترز هتكون عبارة عن بريزمس داخلة في بعضها. طبعا في العملي انت هتعرف ترسم ازاي. اخر حاجة بقى هي الرافيدز. الرافيدز دي ايه اصلا؟ لو انت فاكر احنا بنتكلم عن الكالسيوم اوكزاليت كريستلز، ركز معايا ما تزهقش. الرافيدز دي بيكون شكلها عبارة عن ابر. المهم هنا اللي انا عايزك تعرف انواع اصلا الكالسيوم اوكزاليت كريستلز، تقول لي اللي في حاجة اسمها بريزمس، وفي حاجة اسمها كلاسترز، وفي حاجة اسمها رافيدز، وتاني حاجة انك تعرف اشكالهم عشان لو جولك في العملي. طيب الحمد لله احنا كده خلصنا الكالسيوم اوكزاليت كريستلز من الويست برودكتس. يبقى لسه لنا اخر حاجة وهي الكالسيوم كربونيت كريستال. الكالسيوم كربونيت كريستال اهم حاجة عايزك تعرفها عنها اسمها اصلا، يعني ماشي اسمها كالسيوم كربونيت شكرا، ولكن ليها اسم تاني معروف وهو السيستوليث. انما بقى لو عايز تتكلم عنها شوية، فهي مبدئيا بتكون في الابيديرمال سيل. يعني ايه ابيديرمال سيل دي؟ اعرف دلوقتي اللي هي الخلية اللي فوق، الخلية اللي فوق خالص في النبات، جلد النبات بمعنى اصح. فهي بتكون في خلية من الابيديرمال سيلز ديت، بيتجمع فيها الكالسيوم كربونيت بالشكل اللي انت شايفه في الصورة اللي على اليمين، وبتديك السيستوليس دي. والسلايد دي شكلها تحت الميكروسكوب لو انت عندك فضول تعرف يعني، ولكن اهم حاجة تعرفها عنها اسمها اللي هي كالسيوم كربونيت سيستوليث بس. طيب دلوقتي احنا خدنا كالسيوم اوكزاليت وخدنا كالسيوم كربونيت، هما الاثنين موجودين عندنا وعايز افرق بينهم. بتفرق بينهم ازاي؟ بنفرق بينهم ان الكالسيوم اوكزاليت ما بيدوبش الا في الاحماض القويه، ولو داب اصلا ما بيديش افرفيسنس. يعني ايه؟ يعني ما بيديش فوران، وده على عكس الكالسيوم كربونيت، واللي متوقع اصلا لو احنا حطينا الكربونيت او الكالسيوم كربونيت في السترونج اسيدز هتدينا افرفيسنس. فدي طريقه التفريق بينهم، وبرده ديت حاجه مهمه في العملي اكتر من النظري. الصورة اللي على اليمين هسألك فيها سؤال، هل ده كالسيوم اوكزاليت ولا كالسيوم كربونيت؟ ايوه فعلا زي ما انت قلت، هو الكالسيوم كربونيت واللي اسمه السيستوليث زي ما مكتوب في الصورة. وبكده الحمد لله نقدر نقول ان احنا خلصنا الارجاستيك سبستنس، اتكلمنا عن الفود ستورج برودكتس، كربوهيدرات، بروتين، الفيكسد اويلز، وكمان الويست برودكتس. ولحد هنا يكون الفيديو انتهى يا طيب. لو عندك اي اسئلة تانية سيبها في التعليقات، ولو لقيت اي افادة في الفيديو فما تنساش تشارك، وان شاء الله ليك نفس الاجر، لان زي ما احنا عارفين ان الدال على الخير كفاعله. وبس كده، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لسه هنا؟ يبقى انت اكيد ربنا اختارك انك تصلي على النبي، فصلي على النبي وادعي ربنا يفهمك. سلام.